اوعى تكون فاكر ان العربي اللي انت بتتكلمه ده في مصر عربي قوي، يعني سيبك من في بعض كلمات الايطالي زي كومودينو، روابيكيا، فاتوره، وهنتكلم في الموضوع ده في حلقه تانية ان شاء الله، ولا اتكلم عن شويه التركي اللي موجود في اللغه العاميه المصريه زي كوبري اللي هو جسر ولا اوضه ولا دولاب، والكلام ده ممكن يتعمل له حلقه لوحده. النهارده هتكلم عن هيروغليفي وقبطي موجودين في لغتنا العاميه بشكل فظيع. ايوه هي هيروغليفي يعني نعم، لان طبعا هي باللغه العربيه نعم. او عندنا مثلا كلمه كوخه، كوخه يعني ديرت، حاجة مش نظيفة، أو بعبع يعني جن أو عفريت، أو كلمة بح يعني خلاص، أو ست يعني امرأة. واحد يقول ده عربي، عربي مين ست حضرتك؟ على وزن إيه طيب؟ على وزن فعل؟ على وزن فعل يعني؟ فوطة، تابوت، حنثور، ما هي حنثور، بس معناها حصان، هي يعني قلبت على العربية اللي ورا الحصان على طول. عندك كمان خن، خن يعني في الداخل، طبعا خن دي بنقولها إن في حاجة مستخبية أو كده يعني. الدنيا بترخ، كلمة رخ يعني يتساقط، قلعة تساقط المطر، صهد حر. اللي جاية دي عليها جدل، في ناس بجدل فيها، بس شم النسيم معناها بساتين الربيع. انا عارف ان في شم ونسيم، بس حتى بالعربي شوية كده شم النسيم يعني الناس بتنزل تشم اكتر ولا بتنزل تحتفل بطريقة معينة وكده، بس هي شم النسيم. كله موجود المراجع بتاعته تحت على فكرة. واد، قاد، ياد يعني ولد، الله يعني يا وياد ويا وياد، الحاجات دي كلها قديمة جدا 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 من آلاف السنين في اللغة العامية المصرية. اتخيل لو رجعت في آلة زمن وده اسمه برضه كده يعني. ادي، ادي هي طبعا يعطي باللغة العربية، في العربي برضه أدى أو كده، بس هي طبعا موجودة في نصوص هيروغليفية مكتوب فيها دي، هي بتعمل مثلث كده جوه مثلث صغير دي، فديني ديك، ديله كتاب، ديله حاجة، فده جيف باللغة الهيروغليفية. نزول المخاط من الأنف، بربر لا تعليق. برسيم هو برسيم، الكلمة دي قديمة جدا عمرها آلاف السنين. بشبش يعني يبلل أو يفتفت أو يخف زي بشبش الطوبة اللي تحت. كلمة خط يعني كبير أو تخين، فعارفين خط الصعيد، الكبير الصعيد، خط. سك الباب، يسك. تاتا، يتمشى. واوا، جرح. يا جماعة بس اللي جاية دي، ولا شي، اللي يجي العربية جاية بيقول للحمار شي، شي يعني امشي، بس هي مفاجأة الناس لما كانوا بيقولوا لبعض يمشي انا ومشيت، فشي يعني كان شي بتقلل بني ادمين عادي، كلمة لا تقلل من قدر الانسان. عايز حاجة؟ انا مثلا متعور امشي بيدعني بقى كده يعني، واو شي، I'm hurt, go away. قولة، قولة عادي. كان يوماني يعني سمنة وعسل. كرشة يعني ضيق او ضيق، كرشة، فاللي احنا بنقولها جاله كرشة نفس، ضيق في التنفس. هيروغليفي في اللغة الهيروغليفية عندنا نونة يعني صغيرة، نونة. ميت يعني طريق، ميت غمر بقى، ميت عقبة، ميت رهينة، دي يعني سكة أو طريق يعني ميت. وعندنا هوش، هوش يعني هدد. لما خيرك بين حاجتين بقولك يا كذا يا كذا، يا النهاردة يا بكرة، طبعا هي في اللغة العربية إما أو، اللي هي either or يعني، تمام. لكن يا دي قديمة جدا يا جماعة، جدا جدا من أيام الفراعنة، وطبعا جديد يعني ور. كلمة قمر يعني يوحى، وحوي يا وحوي، يوحى يعني مرحبا مرحبا أيها القمر او الهلال يمكن يوحى. ده بالنسبه للفوكابلري، طبعا في كلمات اكتر من كده، دول يعني مجموعه، واتمنى بعض الناس تزود شويه ويحطوا اللينكس بتاعتها والمراجعه بتاعتها. من الظواهر بقى اللغويه ان احنا مثلا المبني المجهول في العربي الصح، اللغه العربيه الصح، ان احنا نقول ضرب، كسر، كتب، صح، بس احنا في مصر بنقول ايه؟ اتضرب، انضرب، اتكسر. دي هيروغليفي زي ما هي، انك تحط تاء او نون في الاول، فبدل ما تقول كتب تقول انكتب او اتكتب، فده كلام قديم جدا. ان احنا ما بنستخدمش المثنى او ما بنستخدمش نون النسوه مثلا او كده، فده موروث ان احنا تقريبا محافظين على نفس الضمائر اللي هي انا، انت، هو، هي، هما، ما فيش انتما وانتنا في مصر، مش دارجين عشان كده برضو. او ان عندنا حرف الذال ننطقه دال، لان الذال ما كانش موجود في اللغه القديمه، فتلاقي كلام زي دايب اللي هي ذائب باللغه العربيه، او ديب، ذئب، او دياب، ذئاب. وان برضو ثاء كتيره بننطقها تاء، لان عندنا الثاء مش موجوده في الهيروغليفي، كانت موجوده في الابتي بس اخر مرحله له قبل العربي، هيبقى هو السائد ففي ثاء، لكن الهيروغليف القديم ما فيهوش ثاء، فتلاقيها تاء لغايه لما نقول مثلا 3 8 ثعلب، فتلاقي الثاء في العربي معموله تاء. ده غير اختفاء الهمزه بقى، دائم تلاقيها دايم، عباءه تلاقيها عبايه. كان في لهجه شماليه ولهجه جنوبيه، يعني وجه بحري ووجه قبلي وكده، وكان في اختلافات بين السين والشين، فحتى تلاقي في بعض الارياف وبعض الاماكن الصعيد السين والشين مضطرب، فتلاقي شمس الناس تقولها سمسه، او الشجره سجره، صح. فما زال لسه برضو في خلل في السين والشين بين الشمال والجنوب وبين اللهجات الهيروغليفيه والقبطيه، فلسه موجود تاثيره لغايه دلوقتي برضو.
من الناحيه الدينيه من اقباط الارثوذكس بالذات في الجنوب في بعض المناطق يعني ناحيه اخمين في الصعيد وبعض الاماكن لسه القبطي اللي هو اخر مرحله خالص في الهيروغليف اللي هو مختلط شويه يوناني من العصر البطلمي لسه في ناس بتتكلم بيه لغايه دلوقتي يعني. لسه في بعض المؤسسات الدينيه وبعض الرهبان بيتكلموا بيه فلسه حي لسه موجود. كلمه فشوش طلع تعبوا على فشوش اكيد فشوش طبعا هتستنتجوا معناها ولا حاجه، هي فشوش يعني عريان تمام، فهي قريبه شويه من مجرد او nothing يعني. اخيرا كل الكلمات السوقيه جدا 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 في لغتنا تمام اغلبها وحتى اللي بالذات ملهاش وزن في اللغه العربيه يعني مش على وزن فعل ولا فعل ولا مفعول ولا كده، فهي برضو من زمان جدا جدا الكلمات البذيئه اللي عندنا مش هينفع اقولها للاسف. الفيديو الجاي ان شاء الله هتكلم عن الكلمات الايطاليه والفرنسيه والتركيه والفارسيه اللي موجوده في لغتنا العاميه برضو عشان نكتشف في الاخر ان اللغه بتاعتنا ميكس جميل جدا طبعا لان احنا في منطقه وسطى بين حضارات كتيره فكتر خير الناس اللي بتفهم اللغه العاميه المصريه الحمد لله. دي الكلمات الهيروغليفيه والقبطيه اللي موجوده في لغتنا العاميه المصريه، اللي عنده كلمات تانية او مراجع تانية تحت امر وحي يعني ويلكم ان يلا سبيك. شكرا.